يا اخوان في ناس بالحياه مجانين لدرجه انه ممكن يعرض نفسه للموت او الخطر بس عشان يشبع فضوله. متخيلين مثلا الاشخاص اللي جايين لهم مقطع اليوم قرروا انهم يدخلوا المنطقه 51، وهاي المنطقه معروف انه ممنوع اي شخص يدخلها مهما كان، واللي يدخلها ممكن يعرض نفسه للموت. فهذا مقطع اليوم صدقوني المقطع راح يعجبكم، لانه راح تشوفوا يعني شخص يعني كان بينه وبين الموت شعره فعليا. بس ضروري قبل ما ادخل على المقطع اني اشكركم على كمية الكلام الجميل على المقطع السابق اللي هو قصتي. اقسم بالله اني اعجز عن شكركم على كمية اللطافة والكلام الاكثر من رائع على المقطع. الله يسعدكم جميعا والله يقدرني واكون عند حسن ظنكم. ما بدي اطول عليكم بالكلام، خلينا ندخل على المقطع. طيب يا اخوان، اول سؤال نسأله انه شو اللي يخلي مثل هيك اشخاص يدخلوا مكان يعني معروف انه ممنوع اصلا تدخله؟ الفضول. نعم يا عزيز الفضول. يعني مثلا على اقل تقدير، مثلا المقطع السابق اللي نزلته انا لمخلوقات فضائيه منطقه 51 قلت لكم وصلوا 100,000 واجيب لكم الاشخاص اللي دخلوا المنطقه 51. المقطع تقريبا لسه ما وصل 500,000 مشاهده وعليه اكثر من 113 لايك. طب انتم شو اللي خلاكم تضغطوا لايك على ذاك المقطع على الرغم من انه في مقاطع عليها 7,500,000 ومش موصله 100,000 لايك؟ نعم عزيزي، الجواب هو الفضول. فهون يجي عندنا المقطع الاول، واللي يجي معنا هذا الشخص اللي قرر يروح يدخل المنطقه 51 هو وابوه. طيب بالبدايه خليني اذكركم انه المنطقه 51 مقسومه لثلاث زونات او زون. الزون الاول يكون عليه غرامه ماليه مثلا 3,000 دولار، الزون الثاني اذا دخلته معرض للسجن لعشرات السنين، والزون الثالث اذا دخلته انت هون تكون معرض للقتل. هون ذكرناكم بالزون عشان تكونوا فاهمين الموضوع. طيب هذا الشخص بعد ما دخل هو ابوه بالدراجات وصلوا لحد موجود لوحه عليها تحذير انه يمنع دخول هاي المنطقه. هذول الاشخاص ما لحقوا يوقفوا 25 ثانيه مباشره اجى عليهم الامن لهاي المنطقه. والصدمه انه مو بس اجى عليهم الامن، الامن رفع عليهم سلاح. متخيلين كميه الخطوره انك تدخل مثل هيك مكان؟ يعني الامن بهاي اللحظه لو قتلهم ما عليه حق. شوفوا اللقطه. That was insane. They were eyeballing us, man. I can't believe we had actual camo dudes looking right at us. Yours are still off. Whoa. Put your fucking hands up. I'm not gonna tell you again. Right. Turn around. We're going all the way out here. We're just adventure travelers. We're just adventure travelers. It's adventure travelers. Yeah. زي ما شفتوا بعد ما سحب عليهم سلاح الامن فتشوهم بالكامل وتاكدوا انه ما معهم اشي وانه مو جايين هاي المنطقه بهدف الخراب وتركوهم. لكن مو هون الاشي الصادم عزيزي المشاهد، الاشي الصادم انه بعد ما طلع هذا الشخص وابوه هاي الرحله اختفوا عن وسائل التواصل الاجتماعي لمده 4 سنين. يعني 4 سنين قعدوا ما بينزلوا لا بقناتهم اليوتيوب ولا على الانستغرام ولا على اي مكان اخر، يعني ما حدا كان عارف اشي عنهم. لكن بعد 4 سنين طلع هذا الشخص على قناته باليوتيوب وحكى انه لساته عايش او لساته على قيد الحياه. وبوجهه نظري اتوقع انه بعد ما نشر المقطع والمقطع جاب تفاعل اكثر من 7,500,000، نفس الحكومه ببلدهم منعته من النشر. يعني هذا التحليل الوحيد لهذا الاشي. وتعالوا خلينا ننتقل على المجنون الثاني واللي فعليا يا اخوان هذا الشخص كان بينه وبين الموت شعره. طيب يا اخوان هذا الشخص مجنون بشكل ما تتصوروا، اسم قناته لايكن جاي واللي معناها الشاب اللاعق. هذا الشخص مجنون بشكل مو طبيعي، يعني يدخل اي مكان غريب او عليه علامات استفهام. فهون قرر يدخل المنطقة 51. الأمور لسه بسيطة، هذا الشخص ركب سيارته وطلع على المنطقة 51، وصل لتحذير إنه ممنوع تدخل المنطقة هاي، فصف سيارته عشان الأمن وأبراج المراقبة بالمنطقة ما يلاحظوه، وقرر إنه يكمل الطريق ماشي، وفعلياً صف سيارته ونزل ودخل على المنطقة 51 ماشي. هذا الشخص تجاوز الزون اللي مسموح اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي تدفع غرامة وسجن، ووصل لآخر زون واللي هو إذا تتعداه يتم قتلك. فهذا الغبي شو عمل؟ شوفوا شو عمل. زي ما شفتوا هذا الغبي فك اللوحة اللي مكتوب عليها ممنوع التصوير وممنوع انك تدخل هالمكان وهرب. لكن الاشي الصادم انه اجاع عيار ناري، يعني في شخص اطلق عليه النار. شفتوا
كمية الغباء والجنان اللي عند هذا الشخص؟ يعني فعليا كان رح ينقتل من ورا الاشي اللي عمله عشان ايش؟ يصور فيديو. اوه ماي جاد، بس فعلا مو طبيعي الفضول شو يعمل. وبعدين تعرف شو يقهر؟ الاشخاص اللي مثل هيك لما تسألهم شو اللي خليك تعمل مثل هيك اشي، يقول لك انه شعور الادرينالين لما يكون بجسمك عالي، يقول لك شعور جدا جميل. عرفت شو هو الادرينالين؟ يعني زي كأنه في كلب قاعد يلحق وراك وانت هارب منه، هذا هو الشعور. شو رايكم بالله هذا سبب منطقي؟ انا بوجهة نظري اوكي سبب منطقي، بس شو اللي حرك الفضول عند هذا الشخص؟ هون السؤال. نيجي هسه للفيديوهات الغريبة اللي كانت تنتشر على المنطقة 51 زمان. فمثلا شوفوا هذا المقطع اللي انتشر بال 2008. شفتوا كمية الخراب اللي موجودة بالفيديو؟ هذا الفيديو تم تصويره من كاميرا مراقبة داخل غرفة. فعشان هيك قلت لكم انه سبب منطقي مثل هيك فيديوهات تحرك الفضول عند الشخص انه يدخل مثل هيك اماكن. ونيجي للشخص الاخير معنا بمقطع اليوم، واللي صور اشياء لاول مرة يتم تصويرها. طيب يا اخوان، احنا بالمقاطع السابقة حكينا احد النظريات للمنطقة 51، واللي كانت الحكومة الامريكية تحكي عنها انه كانت هاي المنطقة منطقة تدريب للطائرات. فهذا الشخص ظهر ليثبت هذا الاشي. فمثلا بعد دخوله لمنطقة 51 بمسافة قصيرة لقى بقايا حطام طائرة. واذا فعلا هذا الاشي صحيح، فهذا يثبت انه الحكومة الامريكية صادقة لما حكت انه مكان تجربة طائرات. رجع هذا الشخص مشى شوي لقى كمان بقايا حطام طائرة بمكان ثاني، رجع مشى كمان شوي لقى بقايا حطامات طائرات. فبصراحة هون يجيك كثير من الاسئلة، هل الحكومة بعثت هذا الشخص متعمدة عشان يصور ويبرئ الحكومة ويطلع الحكومة صادقة، أم فعليا هذا الشخص مصور منه؟ لكن لو نفكر بالنظرية الثانية صعبة. تعرفوا ليش؟ لأنه احنا حكينا عن أول اثنين لما دخلوا شو صار فيهم، واحد انطلق عليه النار، واحد أجال أمن وكان راح يقتلهم. فهذا الشخص كيف داخل المكان وقاعد يصور بكل حرية؟ فهمتوا؟ عشان هيك أقولكم الموضوع فيه شوية حبكة. فأعطوني بالله أنتم تحليلاتكم بالكومنتات، وأتوقع بيكون انتهى مقطعنا اليوم. أتمنى إذا عجبك المقطع تضغط زر اللايك، واذا مو مشترك في القناة اشترك يا اخوان، 57% تقريبا مو مشتركين بالقناة، والله هذا الشيء زعل. فاشتركوا وضيفوني بحساب الانستغرام، لانه في اشي قاعد اجهز له اقسم بالله اشي جدا كبير وراح افاجئكم فيه قريبا. صحيح بنفس الوقت هذا نزلت لكم مقطع بقناة العاب، مقطع لعبنا فيه لعبة رعب، صدقوني المقطع راح يعجبكم، الرابط راح يكون بالوصف وبالكومنتات، روحوا شوفوا المقطع واضحكوا. واترككم بحفظ الرحمن من هون ليوم الاحد، مقطع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.